السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا ايفون 6، بدنا نتخطى حساب اي كلاود بأداة مجانية. هذا اول فيديو لايفون 6 بلس، اسف، على القناة 6 بلس. طلبتوا مني، انا كنت شارح 6 كان نفس الطريقة، بس طلبتوا مني يكون لجهاز 6 بلس مباشرة نعمله ونقوم بالشرح. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. أول خطوة بدنا نعملها قبل البدء بعمل التخطي، وهي إنه ما نعمل جيل بريك للجهاز. جيل بريك بنفتح الأداة، الأداة راح أترك لك إياها موجودة بالوصف، رابط تحميلها، بتفتح إصدار 2، تفتح معك الأداة بالشكل هذا. نشيل الصح عن يو اس بي دي كي، يطلع عنا الخيار تلقائي بياخذ هذا الخيار لانه الجهاز عليه اصدار 12. الجهاز بوضع التشغيل، نضغط نيكست. هون بدخل الجهاز بوضع الريكفري، ننتظر لغايه ما الجهاز يدخل في وضع الريكفري. زي ما شايفين دخل في وضع الريكفري. الان بدنا ندخله في وضع الديفيو مود، هو عن طريق انك بدك تضغط باور وزر الهوم مع زر ستارت، مع زر ستارت. يعني مباشره انا بدي اضغط ستارت واضغط زر الباور مع الهوم. مجرد ما عد 5 ثواني راح اشيل ايدي عن الباور واضل ضاغط على الهوم لوحده عشان يدخل في وضع الديفيو مود. كالتالي نضغط نجهز الباور، نضغط ستارت ونضغط باور والهوم، ننتظر. بعدها بنرفع ايدنا عن الباور وبنضل ضاغطين على الهوم لغايه ما يدخل وضع الديفيوز. زي ما شايفين الجهاز بلش يعمل جيل بريك. الجهاز مش بحاجه فول جيل بريك، انا عملته على كويك. زي ما شايفين الجهاز اخذ جيل بريك. ننتظر لغاية ما يكمل. اعطاني all done، خلص الجهاز بشكل كامل. الان بكبس done وبكبس quick وهيك طلعت انا من البرنامج. لو اجينا على برنامج 3U Tools فتحناه، طبعا برنامج 3U Tools ما بيفتح مع برنامج الجيل بريك، يعني مجرد ما انت فتحته راح يسكر مباشرة. زي ما شايفين اعطاني جيل بريك، يس صار عليه جيل بريك الجهاز. الان الخطوة الثانية بفتح اداة حفيدك، راح اترك لك اياها برضو بالوصف. عن جهاز بتحدثه قبل العملية لاخر اصدار على ايتونز، خليه على اخر اصدار عشان ما يطلب منك تحديثات في المستقبل. طبعا الجهاز لانه ميد زي ما انتم شايفين هنا بالشاشة، راح اعمل له بخيار الميد. لو كان جي اس ام هنا معطيك الخيار، فانت بتعمله بخيار الجي اس ام. اذا عملته بخيار الجي اس ام راح يشتغل معك بشبكة، هنا بخيار الميد بدون شبكة زي ما انتم شايفين. شو الخطوة اللي لازم اتبعها الان؟ جهاز ميل، بدي افعل سيريال نمبر تبع الجهاز. نضغط كوبي، نسقنا، بعدين بنروح على اي تولز بوكس، بعدين بنروح على سيريال ريجستريشن فري، اضغط عليها اوكي، بفتح معي رابط بالشكل هذا. بروح بختار جهاز 6 بلس، بروح على الاي سي دي، بنسخ لصق، بنتظر ليعد ال 20 ثانية ليخلص ال 20 ثانية. يا ريت إذا لسه ما عامل لايك تعمل لايك، دعمنا نكمل مستمر في نشر فيديوهات مثل هاي. زي ما شايفين خلص عد، بضغط على ريجستر. بنتظر
تم إضافة الجهاز بنجاح زي ما شايفين هون أعطاني تم إضافة الجهاز. بسكر هاي الواجهة وبرجع لواجهة باي باس وبتوجه مباشرة والجهاز زي ما شايفين بوضع التشغيل، بضغط باي باس ميد. الآن في المرحلة هاي هنا الجهاز راح يبلش يحمل في الملفات اللازمة للعملية، ننتظر ل يخلص هاي العملية. الجهاز زي ما شايفين طفى تقريبا، يعني وضع رد اشتغل. خلينا هيك تكون الصورة واضحة خلال العملية. بياخذ شوية وقت وهو يحمل في الملفات زي ما شايفين هون، كمان بيعطي انه جيل بريك يس، لازم يكون معمول له جيل بريك في هاي الأداة. صار 85% 90%. هون أعطاني your device has been successfully activated، أعطاني انه تمت العملية بنجاح. الآن بنتظر الهاتف ليشتغل. زي ما شايفين الهاتف اشتغل بشكل كامل وفتح معنا بشكل كامل. طبعا أنا شرحت يا جماعة في الفيديوهات السابقة يعني طريقة معرفة الجهاز إذا كان ميد أو جي اس ام. تقدر تستعين في هاي الأداة عشان تعرف إنه ميد أو جي اس ام. إذا كان جي اس ام بدك تشتغل على الخيار الموجود هون من 12 لغاية 14.5، الجهاز راح يفتح معك بشبكة بشكل كامل. يعني هون راح يفتح معك بشبكة، هون بدون شبكة. وبرضه شرحنا موضوع كيف تأكتف الأداة، كان في فيديو خاص بس للأداة لشرح الأداة اللي هو عن طريق أكتف ذا بي سي. تضغط عليها بفتح لك القناة، بتشترك بالقناة لصاحب الأداة. مجرد ما اشتركت بتسكر الأداة ترجع تشغلها، بكون الجهاز عندك تأكتف. وطبعا فيها كتير خيارات متوفرة للباي باس اوبن منيو وللام دي ام. هذا كان الشرح كامل للأداة، وزي ما شايفين الجهاز فتح بشكل كامل بشكل مجاني. كل الأدوات اللي استخدمناها مجانية، راح اترك لك اياها بالوصف. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.